ده محتوى حلقة النهاردة، لكن خلونا في البداية وقبل ما ندخل في الكورة والتفاصيل والقطر واللي فيها وباتشيكو والقصة والحكاية، خلينا نهني جمهور الأهلي يا باشمهندس بنجاحات قناة الأهلي، قناة الأهلي والقمة الدائمة. طبعا امبارح انا يعني كنت فخور استمرارا لفخر وزه مستمر منذ نشأة هذه القناة العظيمة اغسطس 2008 اللي احدثت مؤكد تغيير في الاعلام الرياضي وفي نوعية حتى نقل او التوك شو او وهنتحدث اذا جات لنا فرصة بسبب كيف نشأت وكيف تطورت. ولكن بالأمس وهذا الشاب الجريء المقتحم الذي لا يعرف إلا النجاح هشام جمال، وهو يعلن عن فوز القناة المركز الأول في جائزة ذا بيست بعد شهرين ونص من عودتها في توبيها الجديد، وبعد الدعم الرائع بالكابتن أحمد شوبير. وده يعني خلاني أفكر الحقيقة مش المهم انك تنجح، المهم انك تستمر وتتطور ودائما تسعى الى خطوات جديده تسبق بها الاخرين، وهو ما يحدث في قناه الاهلي. الف مبروك لكل اسره قناه الاهلي، وطبعا التهنئه موصوله لكل جماهير النادي الاهلي، لانه لولا جماهير الاهلي ما كانت ابدا قناه الاهلي في المقدمه. هي دي قيمة جماهير النادي الأهلي. نشوف الأستاذ هشام جمال وهو يتسلم جائزة ذا بيست لأفضل قناة رياضية. تحصل على أفضل قناة، وده أمر بالحقيقة بيسعدني جدا جدا. الجوائز الجماعية دي حاجة بتسعدنا نسمع كده. ويتسلمها المخرج هشام جمال المشرف العام على القناة. أنا بقولها بمنتهى الروح الرياضية ولبس أحمر. مساء الخير. طبعا يمكن العادي ان النادي الاهلي بيستحوذ على كل الجوائز في الطبيعي، ممكن تكون قناه النادي الاهلي لاول مره المره دي بتاخد جائزه احسن قناه رياضيه، واعتقد ان السبب في ده ان احنا لاول مره حاولنا في المده القصيره اللي احنا اشتغلناها، احنا بقالنا بالظبط شهرين ونص، استلمنا القناه من شهرين ونص، حضرنا في اسبوعين، طلعنا ببرنامج حارس الاهلي للكابتن احمد شوبير اللي بيعتذر عن الحضور لانه على الهواء دلوقتي، وطبعا الاساتذه المهندس عدلي القيعي واستاذ ابراهيم المنيسي وكابتن اسامه حسني وكل الناس اللي كانوا موجودين من قبل كده في القناه. اول برنامج بتنتجه شركه روزنام على القناه هو برنامج حارس. باذن الله مع بدايه السنه هنبدا نطلق برامج جديده. انا شايف انه اول ما ادينا سبب لجمهور النادي الاهلي ان هو يصوت للقناه علشان المحتوى بدا يبقى شبه اللي هم نفسهم فيه، وفي ناس بتقدمه وشايفين محتوى حصري وظهور للعيبه بشكل مختلف، فالحمد لله بناخد احسن قناه النهارده لاول مره. فبشكر جمهور الاهلي، بشكر شركه روزنامه والشباب اللي بياخدوا تشالنج جديد علينا، اول مره نشتغل في اداره قناه والحمد لله مبسوطين وراضيين عن النتيجه بشكل مبدئي، شركه الاهلي للانتاج الاعلامي، كل الناس اللي شغالين معانا في القناه، وطبعا مجلس اداره النادي الاهلي برئاسه الراجل اللي مش هعرف اوصفه في كلام قصير، كابتن محمود الخطيب. شكرا. شيء جميل طبعا، وهو نجاح متراكم. دي قيمة النادي الأهلي بقى. أيوة. في كل مجال. الكل يبني على تاريخ طويل من النجاح المتراكم، وكله تحت ظل الالتزام بثقافة ملزمة. وكود وروشتة للنجاح، ما حدش يخرج براها. كلنا ملتزمين بمعايير قيم العمل الجماعي وقيم ومبادئ اللي تقود النادي الأهلي، المصداقية، الاعتماد على النفس وعلى العمل الجماعي. عمرها ما كانت الغاية تبرر وسيلة عندنا، ولكننا الغاية هي التي تصنع الوسيلة لتحقيقها بمفاهيم النادي الأهلي.